هذا السيد الإيراني اسمه حجة الإسلام سيد مجتبى صالحي خونساري. هذا ابنته في المدرسة راحت على أساس أنه كان يعطونهم الشهادات ويطلبون منهم أنه كل واحدة ولي أمرها يوقع على الشهادة وترجعها إلى المدرسة على أساس أنه تثبت أنه أهلها شافوا الشهادة وكذا. فعند بنت صغيرة، هذه البنت الصغيرة أعطوها شهادتها، راحت البيت ما عندها أب يمضي على هذه الورقة. فهي في البيت بدأت تبكي في الليل، طول الليل بدأت تبكي لأن ما عندها أحد يوقع على هذه الشهادة. في الحلم نامت وشافت في الحلم أن أبوها إجا ووقع عليه شهادتها. قعدت الصبح شافت الشهادة موقعة، هذا صورة الشهادة موجودة هنا وعليها توقيع باللون الأحمر إذا تشوفونه. فشافت هذا التوقيع، هو توقيع أبوها، هذا نفسه هو التوقيع الحقيقي لأبوها. فأخذته فرحانة وراحت إلى المدرسة. المدرسة تعجبوا، يدرون أبوها شهيد، فسألوها من وقع عليها، فهي ذكرت لهم هذه القصة. أخذوها جابوها للسيد القلبيقاني، سيد القلبيقاني المرجع اللي كان في قوم، مرجع من كبار المراجع. عندما رأى هذه الورقة أخذوها للفحص وأخذوها للكذا، بعدين قالوا أن هذه كرامة تحسب له وعلى إثره، وثقوها على أنها كرامة للشهيد، وأن هذا التوقيع هو توقيع نفس الشهيد نفسه، وأنه الله سبحانه وتعالى كرامة للشهيد حاول أن يجبر خاطر ابنته وحصلت هذه الكرامة لابنته. طبعا هذا موجود، هذه نفس الشهادة، هذه الشهادة. السلام عليكم. يا الله، هذه نفس الشهادة صورتها الحقيقية، وهذا هو الإمضاء مال نفس الشهيد.